ذكركم برك بحديث قدسي مادام ارتعت جمعية أحباب من البوسعادة أن تنظم كعادتها وللمرة السادسة حفل ختان جماعي، حيث قمنا بختان 31 طفل من العائلات العفيفة كما نسميها. طبعا الحفل نال إعجاب جميع الحاضرين. هذا الحفل ختان الجماعي وبالتنسيق مع مستشفى رزيق البشير الذي كان حفلا نباهيا بمشاركة فرقة البهاء البوسعادية، حيث كان تجاوب كبير من طرف الجمهور البوسعادي وكذلك من المحسنين الذين أبوا إلى أن يشاركوا فرحة الأطفال. العلماء، الأساتذة، نساء أعمال، رجال أعمال، الحمد لله كان حفل رائع ناجح كعادته. الجمعية من عادتها متميزة، هي متميزة بالنجاح والقوة. ونشكر جميع الفاعلين على هذه الجمعية، جمعية أحباب مدينة بوسعادة، لأن الأعمال هذه اللي راها أعمال اللي راها تقوم بها في خدمة المجتمع البوسعادي أعمال قيمة ما شاء الله، يعطيهم الصحة، جعلها الله في ميزان حسناتهم.